من الدوحه زميلنا احمد المسيري مراسل اون تايم سبورتس. احمد، الاجواء اكيد النهارده تختلف عن اجواء من ايام ماضيه يوم الثلاث اللي فات لما السعوديه كسبت الارجنتين. مسيري انت سامعني؟ انا بسأل عن اجواء النهارده، الاجواء في اتفضل. برحب بك يا استاذ لميس وبرحب بكل مشاهدي اون. يمكن يعني خيبه امل كبيره اصابت الجماهير العربيه اليوم بعد هزيمه المنتخب التونسي امام المنتخب الاسترالي وتضاؤل فرصته بنسبه كبيره في الصعود للدور التالي، خاصه وان مباراته المقبله ستكون امام بطل العالم المنتخب الفرنسي الذي يحتل قمه المجموعه الرابعه برصيد 6 نقاط. في المقابل ايضا حاله من الحزن انتابت الجماهير السعوديه موجودة هنا في العاصمة القطرية الدوحة بعد الهزيمة أمام المنتخب البولندي بهدفين مقابل لا شيء، لكن تبقى الأمال معلقة حتى الجولة الأخيرة أمام المنتخب المكسيكي ضمن مباريات المجموعة الثالثة. لكن خليني أقول لك يا أستاذ لميس، يمكن الجماهير السعودية واللي احتشدت بالآلاف سواء في ملعب المدينة التعليمية أو أمام الشاشات المخصصة للجماهير هنا في العاصمة القطرية الدوحة أبدت رضاها التام عن أداء المنتخب السعودي، ويمكن خرجت راضية بشكل كبير على أداء المنتخب السعودي الذي قدم مباراة واحدة من أجمل مبارياته في المونديال. لكن من الطرائف أيضا أن حضرت إلى الدوحة جماهير كبيرة من المملكة العربية السعودية صباح اليوم على أمل أن تشاهد المباراة من ملعب المدينة التعليمية، لكن للأسف لم تستطع الحصول على أي تذاكر، خاصة وأن ملعب المدينة التعليمية يتسع ل 44,000 مشجع فقط، بخلاف ملعب لوسيل اللي احتضن المباراة الأولى مع المنتخب الأرجنتيني واللي حقق فيها المنتخب السعودي فوز تاريخي على الأرجنتين 2-1، وملعب لوسيل بيتسع ل 88,000 متفرج. هناك مباراة غاية في الأهمية غدا أيضا، مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب البلجيكي، ويمكن احنا النهاردة من خلال المران الأخير للمنتخب المغربي اطمنا على حالة النجم حكيم زياش وأيضا أشرف حكيمي واللي أصيبوا بكدمة في المباراة الماضية، لكن الحمد لله النهاردة اللاعبين إن شاء الله سيشاركوا في هذه المباراة ولن يغيب سوى نصير مزراوي الذي أصيب بكدمة قوية وأكد الجهاز الطبي عدم قدرته على اللحاق بهذه المواجهة الصعبة. مسيري، احنا كده دخلنا بالنسبه للسعوديه في حسبه بيرما الان، ونحن نتحدث احنا في ايه في الدقيقه 40 يا جماعه ولسه النتيجه 0-0 بين الارجنتين والمكسيك. قول لي ايه افضل نتيجه للماتش حاليا بتاع الارجنتين والمكسيك اللي بالنسبه للسعوديه، ايه افضل نتيجه؟ يعني زي ما انت بتقول يا استاذ لميس، الكل ينتظر الكل يترقب مباراه المكسيك والارجنتين الذي تجرى الان، لكن انا من وجهه نظري النتيجه التي تصب في مصلحه المنتخب السعودي هي فوز الارجنتين على المكسيك، وبالتالي تنتعش امال المنتخب الارجنتيني في مباراته المقبله امام بولندا. اذا لو فاز الارجنتين اليوم وعلى بولندا فاذا تصبح فرصه المنتخب السعودي في المباراه المقبله مع المكسيك فرصة قوية جدا للتأهل للدور الثاني. المنتخب السعودي في حالة هزيمة المكسيك اليوم وفوز الأرجنتين على بولندا يحتاج إلى التعادل أو الفوز لضمان التأهل للدور الثاني. لا طب ثواني يا مسيري، ولو اتعادلوا؟ بالعكس أنا شايفة أن أفضل نتيجة هي أن هما الاتنين يتعادلوا، أول أن الأرجنتين تخسر وتخرج النهاردة. التعادل يا استاذ لميس لا يصب في مصلحه المنتخب السعودي، الارجنتين بحاجه للثلاث نقاط حتى يقدم مباراته الاخيره امام المنتخب البولندي الذي يحتل قمه هذه المجموعه حتى هذه اللحظه برصيد 4 نقاط. انا من وجهه نظري ان فوز الارجنتين هو من سيمنح الفرصه للمنتخب السعودي لضمان التاهل.
النهارده كلام هيرفي رينار الحقيقه كان كلام مشجع، يعني قال للاعيبته وقال للعالم كله لا تظنوا اننا قد رحلنا، احنا لسه موجودين، احنا لسه باقين، وعندنا مباراه قادمه. طبعا المباراه الجايه صعبه، المكسيك مش سهله. هل انا هنا بتكلم، لو بتكلم عن الحظوظ الفرق العربيه خلاص معظمها بيتضاءل، وبس فاضل لنا المغرب طبعا، بس معظمها بيتضاءل يا ميسيري. خلاص زي ما انت حضرتك عارفه يا استاذ لميس، خلاص المنتخب القطري ودع البطوله رسميا بعد هزيمته بالامس، لكن تبقى الامال معلقه للمنتخب السعودي وايضا المنتخب المغربي اللي هيخوض ثاني مبارياته غدا امام المنتخب البلجيكي وايضا المنتخب التونسي. المنتخب التونسي بحاجه الى معجزه للصعود للدور التالي. المعجزة تتمثل في فوزه على المنتخب الفرنسي في الجولة القادمة، واعتقد ان ده يعني حتى كان لقائي مع بعض الصحفيين التوانسه اكدوا على صعوبة ذلك ان يحقق المنتخب التونسي الفوز على بطل العالم، لكن قالوا تبقى الامال معلقة، قالوا ان المنتخب الياباني هزم المنتخب الالماني وايضا المنتخب السعودي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على المنتخب الارجنتيني، لكن اعتقد ان في حالة تحقيق المغرب نتيجة ايجابية غدا امام فريق بلجيكا الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب حتى الان رغم فوزه في الجولة الماضية بصعوبة بالغة على المنتخب الكندي بهدف دون رد، لكن تبقى الامال معلقة لثلاث منتخبات، لكن الحظوظ خلاص يمكن اعتقد ان المنتخب السعودي لو قدم لو خاض المباراة اللي جاية مع المكسيك بنفس الاداء اللي خاضه في لقاء اليوم اعتقد ان الفوز سيحالف او سيكون من نصيب المنتخب السعودي للحقيقة، يعني سقف طموحات الجماهير السعودية بعد الفوز على الارجنتين ازدادت بقوة. استاذ لميس انا كنت موجود النهاردة في البيت السعودي، لا تتخيلي عدد الجماهير الموجودة في البيت السعودي التي تشاهد المباراة، يمكن اكتر من 20 أو 25 ألف مشجع احتشدوا في البيت السعودي لدعم ومساندة المنتخب السعودي في مباراته اليوم أمام المنتخب البولندي. يمكن زي ما قلت لحضرتك التقيت بعدد كبير من الجماهير السعودية وأكدوا عن سعادتهم ورضاهم التام على أداء المنتخب رغم الهزيمة من المنتخب البولندي بهدفين دون رد. يمكن لو كان سالم الدوسري سجل ضربة الجزاء التي سنحت للمنتخب السعودي قبل نهاية الشوط الأول لتغير الموقف تماما، ويمكن هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي بعد الماتش قال أنا فخور بأداء لاعبي المنتخب السعودي. في المقابل أيضا المدرب البولندي قال إحنا يعني إحنا فزنا من هجمتين، الهجمتين اللي سنحوا للمنتخب البولندي نجحنا إن إحنا نسجل منهم هدفين ولم نقدم في هذه المباراة كل ما لدينا. المنتخب السعودي كان من وجهة نظر المدرب البولندي كان له الأفضلية طوال شوطي هذا اللقاء. شكرا أحمد المسيري مراسل أون تايم سبورتس من الدوحة.